تونس وكرتاج بقى في ظل الاحداث الارهابيه. احنا معروف حصلت. احنا معروف ان احنا عندنا بعد القاهره والقاهره شغال بدا كرتاج دي الدوره رقم 26 بس هو اقدم من مهرجان القاهره انه بيتعمل كل سنتين في عجاله اتعرض فيها الفيلم المصري قدرات غير عاديه. الفيلم ده من الافلام اللي عليها لغز شويه لان هو اتعرض اول مره في دبي نهايه 2014 لاسباب كتيره اتاجل. ناس كانت بتقول لاسباب سياسيه وناس بتقول لاسباب ان هو الفيلم نفسه محتاج وقت مناسب لان هو فيلم صعب شويه على الجمهور. كانوا بيبحثوا معلش ما هقطعك يا محمد، كانوا بيبحثوا حتى في مهرجان كارتاج على عرض الفيلم وجذب جمهور ليه من الناحيه السياسيه وعرضه على المساجين، لكن الحمد لله الاحداث اللي حصلت خلت ده هو الفيلم هينزل تجاري في مصر كمان 10 ايام. الفيلم ما خدش هذا التوجه في العرض. هو الفيلم ما اعتقدش، انا ما شفتوش لسه طبعا، بس ما فيهوش رساله سياسيه ولا حاجه، بس يعني او يعني هو دايما بيتحمل كده عشان خالد ابو نجف في الفيلم، لكن هو ينزل تجاري قريب وهيحكم عليه الجمهور هنا. الفنانين المصريين كانوا موجودين، اللي كانوا موجودين هناك كانوا قريبين من مكان التفجير، عملوا رد فعل لطيف جدا ان هم اتصوروا ونزلوا الصور على السوشيال ميديا وعملوا فيديوهات. فتحي عبد الوهاب هو من المشاركين، خالد ابو النجا، الاستاذ داوود عبد السيد، كندا علوش، عمرو يوسف، هنا شيحه، كل دول كانوا موجودين ساعه التفجير قريب منه شويه. اداره المهرجان عملت رد فعل مهم قوي، وهو ده اللي احنا قلناه على مهرجان القاهره ان احنا مش هنوقف الدوره، والدوره مستمره هتتختم يوم 28 وهيقدم الحفل الختام باسم يوسف. يوم 9 هيبدا بقى مهرجان دبي اللي احنا بدانا بيه كلامنا. دي الدوره ال 12 من المهرجان زي ما قلت، اللي هو مشارك بفيلمين، نواره لهاله نواره لهاله خليل وزحمه للاستاذ محمد قبل زحمه الصيف ليه محمد كان، هو انت عارف بحب هو الاسامي دي. خان كان هو من سنتين كان فيلمه برضه في مهرجان دبي، فدايما بيبقى في علاقه يعني بيبقى في تواصل دايما مع الصناع، فبيخلص له الفيلم وبيودي له الفيلم، بيبقى في مساحات لده. قبل زحمه الصيف المهرجان حددوا ان هو يبقى فوق 15 سنه، واضح ان في بعض المشاهد الجريئه، هنعرف طبعا ده لما يجي يتعرض التجاري هنا. هو تاليف غاده شهبندر وبطوله مجدي كدواني وهنا شيحه واحمد داوود، وبيدور في على مجموعه من الناس قاعده في قريه سياحيه قبل الصيف، قبل زحمه الناس ما تيجي، يعني العلاقات اللي بينهم طبعا ما عندناش تفاصيل اكتر من كده. باسم يوسف ايه تيمه، يعني ايه تيمه النجاح اللي هتلاحق باسم يوسف الايام الجايه دي من تقديم حفل جوائز الإيمي العالميه لختام مهرجان؟ والله انا موضوع الإيمي هو طبعا يعني عنده ارضيه في امريكا وعنده اللغه، فاعتقد ان هو ترشح بناء على هذا الاساس، وما حصلش زي ما هو قال ان حصل تراجع عن ترشحه بعد الحوادث الارهابيه، ما اتحسبش يعني ما مش هو رفض ده وقال انه كان في هو بس كلمه اتغيرت. كارتاج هو اعلن من يومين ثلاثه ان هو كارتاج، واضح ان هو بقى يعني بما ان هو اعلامي ليه اسمه وجوده بيعمل سغم يعني بيعمل جدل حوالين المهرجان وبيعمل اخبار. مهرجان القاهره السينمائي الدولي هو ما بيجيش مصر اصلا، لا يعني لا ما يعني ما اعرفش اذا كان هتجيله ولا لا يعني ان تتعمل، بس في النهايه هو واجب يمثل مصر بره بعيد عن الخلاف السياسي يعني. فيلم نوره انا شفت البرومو بتاعه، اعتقد ان هو هيبقى من الافلام القويه. نوعيه الفيلم ايه؟ فيلم انساني اجتماعي بيدور حوالين يعني خدامه في بيت اثرياء جدا اللي هي منة شلبي في بيت محمود حميده، من غير ما نحرق يعني، بس الثوره بتقوم وهي بتواجه مشاكل في ان هي توصل لبيت الراجل ده اللي هو راجل فاسد بس هي شايفاه كويس. فالفيلم بيبص لازاي الثوره اثرت على الفئه البسيطه اللي هي اصلا الثوره قايمه عليها، ازاي مشت في اتجاه معاكس كويس من غير ما يدين الاحداث السياسيه. هو بس بيتكلم على الضوء الانساني، البعد الانساني اللي إن, إن, ان هي ان واحده واقفه مثلا عايزه تركب تروح شغلها وفي مظاهره بتنادي بحق الفقراء وهي مش عارفه تروح شغلها، التناقض اللي حصل يعني بعد الثوره ده. هاله خليل كمان من الناس، انا اتوقع ان الفيلم هينجح في المهرجانات وكمان هينجح تجاريا ان شاء الله. في